فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس، وما هو الحد الأقصى لعدد ركعاتها؟ ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت الظهر، بزوال الشمس، ينتهي بزوال الشمس، بل إنه إذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، وإن كان وقتا قصيرا، وإن كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسامت الشمس الرؤوس. فيصلي الضحى إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، هذا هو النهاية. وأكثر عدد الركعات 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.